أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني أن في بلادنا في مواسم العمرة خصوصا في رمضان والحج تقوم الوكالات السياحية الخاصة ببيع التأشيرات بحوالي 100 دينار للعمرة وأحيانا إلى 400 دينار، علما بأن التأشيرة مجانية من السفارة السعودية، وهناك بعض العاملين الأجانب في السفارة يقومون بنفس الشيء. السؤال: ما حكم شراء هذه التأشيرات منهم، وما حكم دفع المبالغ إليهم، سيما أنه لا قبل لنا إلا بالتقيد بهذه التأشيرات ومواعيدها؟ إذا كانت التأشيرات تبذل مجانا مثل الحكومة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، ومن باعها وأكل ثمنها هذا حرام عليه، لأن الدولة بذلتها للمستحقين للحج والعمرة الذين تنطبق عليهم الأنظمة، فتعطى لهم هم مجانا كما قررتها الدولة، والذي يبيعها هذا يعتبر ظالما وآكلا للمال بالباطل، فلا تفيدوهم على هذا الشيء، تبذلون لهم الأموال وتشجعوهم على البيع يكون لها سوق، بل عليكم بالرفع عنهم لولاة الأمور، لأنهم يبيعون التأشيرات على الناس ولا يتبعون الأنظمة التي استنتها الحكومة في طرف التأشيرات، ارفعوا عنهم لولاة الأمور الذين أصدروا هذه التأشيرات. أما إذا شريتموها فقد شجعتموهم على هذا العمل، شجعتموهم على البيع والتلاعب، ويصير ما يقدر على الحج إلا من يشتري، وهذا ظلم،